في احوال كتيره بيبقى عندي الوضع بتاعي ما هواش لينير، مش شرط ان الايكويشنز بقى تطلع لينير، انا ما بقاش عارف الاول اكشوالي اذا كان الوضع هيطلع لينير ولا مش لينير. اوكي، فاللي بيحصل لو احنا رسمناه على لوج بلوت بالشكل ده كده، احنا ممكن ات اني جيفن بوينت، يعني ممكن نتخيل في عندنا هنا كيو بوينت كده او نقطه انا مهتم بيها وبشتغل حواليها، فممكن اقول ان حوالين النقطه دي في عندي ستريت لاين هنا، واقدر اتعامل مع الستريت لاين ده اعمل له ايكويشن في المنطقه دي بيساوي كام. او لو انا بشتغل في نقطه تانية كيو بوينت تانية هنا، ممكن برضو احسب حواليها برضو الكيرف بتاعي بيبقى تقريبا ستريت لاين، واحسب برضو السلوب بتاعه بيساوي كام، واتعامل مع الكيرف بتاعي هنا بطريقه مختلفه عن ما بتعامل معاه هنا. اوكي، يعني ممكن انا اعمل حاجه يعني تقدر تتعامل مع يعني كاركترستيك بتتغير مع الوقت او بتتغير مع المسافه او وات ايفر، بان انا اقسمها اماكن واحسب لكل مكان الريت بتاعه بيساوي كام او الاكسبوننشال كيرف بتاعه بيساوي كام. نفس الكلام هنا بالظبط، برضو ممكن نعمل نفس الحاجه، ممكن اعمل برضو نفس، يعني ممكن الستريت لاين اللي هو ايه ده شكله بسيط، البي ده ممكن برضو اجي هنا اتكلم عليه ان هو حاجه معينه، السي ممكن اتكلم ان هو هنا حاجه وان هو هنا حاجه تانيه، نفس الكلام البي هنا ممكن اقول ان هي في الاول حاجه وهنا حاجه تانيه. فممكن نقسم الكيرف بتاعنا لكذا منطقه ونحسب لكل واحده فيهم اكسبوننشال كيرف مختلف، وده الحقيقه بيتعمل في بعض الحاجات، ان بيبقى في عندنا مثلا كذا ديزيز، ممكن مثلا بتخيل ان في عندي مرض معين لو انا عديت فتره معينه الريت بتاعي بعد كده بيقل قوي. يعني مثلا لو بتكلم مثلا على الناس اللي عندهم قلب، لو واحد حصل له ازمه قلبيه، اوكي، هارت اتاك، لو بعديها لو عاش بعديها فتره مثلا قد 10 سنين، بيبقى الريت بتاعه بعد كده بيبقى يعني السرفايف ريت بتاعه بيبقى احسن بكتير بعد كده. اوكي، بيبقى فيه خطوره عليه في الاول وبعد كده الخطوره دي بتقل مع الوقت. فدي حاجه مهمه جدا ان احنا نقدر برضو نكاركترايز الكلام ده في الكيرف ده، ان احنا عندنا هنا في ريت لغايه لما يوصل وقت معين وبعد كده الريت ده بيتغير بيبقى حاجه ثانيه، فممكن نكاركترايز ده ونكاركترايز ده. ما ينفعش ان احنا نعمل من السيمي لوج بيبر نكاركترايز الاثنين مع بعض. لو عندي فاريبل ريت بحسب انا لكل واحده من الاماكن اللي فيها ريت مختلف بحسب لها كيرف مختلف، يعني اقول في المنطقه الفلانيه الاكسبوننشال كيرف بيساوي كذا، والمنطقه الثانيه الاكسبوننشال كيرف بيساوي كذا، وهكذا. مثال تاني، لو بتكلم برضو على السرفايفل بتاع البيشنتس والكونجستيف هارت فيلير، نفس الكلام بتكلم على الموديل بتاع الميلز والفيميلز. اوكي، ممكن الاقي الميلز في حته ماشيين بكلهم كيرف معين والفيميلز في كيرف تاني، فانا ممكن الاقي ان احنا عندنا نفس البروبلم، هي السرفايفر ريت بتاعي بيساوي كام، بيختلف لو انا خليت العينه بتاعتي تبقى يعني الى حد ما بتعبر لي عن حاجات مختلفه. يعني ممكن افصل جروبس عن بعضيها وتخلي لي الكيرفات بتاعت الجروبس دي تبقى تتميز عن بعض. لو انا جمعت الاثنين دول على بعض، لو خدت الميلز والفيميلز، هلاقي عندي الكيرف يطلع حاجه في النص. اوكي، انما لو انا فصلتهم عن بعض هيطلع لي ان الفيميلز عندهم ريت احسن من الميلز، يعني عندنا الكيرف بتاع الفيميلز ماشي بريت بسلوب يعني البي فاليو بتاعته تبقى اكتر من بتبقى اصغر من الميلز، او ممكن احنا نتخيلها بشكل احسن بالتي 1 هاف، هلاقي تي 1 هاف بتاع الفيميلز 5.5 والتي 1 هاف بتاعت الميل 3.9. التي 1 هاف دي معناها ايه؟ معناها ان انا دلوقتي لو في عندي فيميل جروب اوف فيميلز عندهم كونجستيف هارت فيلير، بعد 5 سنين ونص نصهم هيموت، يعني موست لايك هيبقى نصهم يكون مات. اوكي، بالنسبه للميلز لا، بتكلم على ان بعد 3 سنين ونص هيكون نصهم برضو مات. لو نفس العدد هو هيبقى بعد 3 سنين ونص هيبقى نص العدد اللي مات هنا، هيبقى قد عدد النص اللي مات بعد 5 سنين ونص من الفيميلز. اوكي، فدي حاجات الحقيقه بتبين لنا بعض الكاركترستكس المهمه بين الديفرنت جروبس. طبعا احنا بنتكلم هنا على ميلز وفيميلز، ممكن الكلام ده يبقى ايج جروبس، ممكن نتكلم على سنين مختلفه، يعني ايج جروبس مثلا من 40 ل 50 او من 50 ل 60 او وات ايفر، او ممكن نتخيل، لا ده احنا ممكن نتخيل برضو الاعراق اللي مثلا نتكلم على الهسبانكس غير الوايتس غير البلاكس غير يعني الحاجات اللي كل واحده من دول غير كوكيجنز يعني هي الوايتس تقريبا واحد، يعني ممكن اتخيل ان احنا كل واحده من جروبس دي ممكن نعمل لها الكيرفات بتاعتها ونطلع لها كاركترستكس مختلفه عن طريق ان احنا بنبص عليهم برضو على اللوج بلوت. في بعض الحاجات برضو اللي احنا بنشوفها فعلا عمليا السرفايفل افتر انيشال مايوكاردال انفاركشن، ده بنتكلم على الحاجه المثال اللي انا كنت بقوله من شويه، 10 سنين فولو اب، يعني دلوقتي في باحث
فضل يتتبع مجموعة من ال يعني 100 عيان لمدة 10 سنين، لقى ان هو في الاول خالص الكيرف بتاعه بيبقى لو ريت، وبعد كده في الاخر بعد فترة معينة بيبقى ريت ده حاجة مختلفة. فاكتشف ان في عنده تو كومبوننتس موجودين، تو كومبوننتس، واحدة بتعبر عن الكومبوننت في الفترة الاولانية بسميها فاست كومبوننت، وواحدة بتعبر عن الكومبوننت في يعني في اللونج تيرم بسميها سلو كومبوننت. عشان نحسب الفاست كومبوننت والسلو كومبوننت في طريقة ظريفة جدا نقدر نعملها. لو انا تخيلت ان في عندي تو اكسبوننشال كيرفز مجموعين زي بعض، التو اكسبوننشال كيرفز دول لو واحد فيهم التايم كونستانت بتاعه اصغر بكتير من التاني، اوكي، هيحصل ايه؟ هيحصل ان هو ينتهي كيرف الاكسبوننشال كيرف بتاعي هينتهي بسرعه. لو عندي الاكسبوننشال كيرف بتاعي التايم كونستانت بتاعه صغير هينتهي بسرعه، انما لو هو قصدي كبير هينتهي بسرعه. لو هو التايم كونستانت بتاعي صغير هيبقى عندي كيرف بتاعي يتحرك كده ويخلص بعيد قوي، اوكي. فاحنا ممكن نتخيل ان احنا عندنا في الوقت البعيد قوي اللي هو في الاخر خالص ده، ان الدوميننت هنا هو السلو كومبوننت، هنتخيل ان الفاست كومبوننت خلاص خلصت، اوكي. فنقدر ناخد الكيرف ده كده ونطلع بيه هنا، نعمل ستريت لاين، نحسب الاكسبوننشال كومبوننت او السلو كومبوننت دي كومبليتلي بتساوي كام. بعد ما نحسب دي نعمل ايه بقى؟ ناخد الكومبوننت احنا حسبناها دي نطرحها من الكيرف الاصلي اللي هو بيعبر عن مجموع الاثنين، فيطلع لي كيرف تاني كده بيعبر لي عن السلو كومبوننت، بيعبر لي عن الفاست كومبوننت، اوكي. لو احنا حسبنا للكيرف ده التايم كونستانت بتاعه او الاكسبوننشال ديكي كونستانت بتاعه بيساوي كام، يبقى احنا كده عملنا كاركترايزيشن للتو كومبوننتس بتوع الكيرف بتاعنا بيساوي كام. هقول الكلام ده تاني، الكيرف الاصلي بتاعنا اللي هي موجود هنا ده فيه تو كومبوننتس، كومبوننت بتخلص بسرعه، كومبوننت بطيئه هي اللي بتستمر لغايه الاخر، هي اللي في الاخر لو انا بصيت على اخر الكيرف هنا هي اللي تبقى دوميننت. لو انا خدت الحته بتاعت نهايه الكيرف دي واعتبرتها انها ستريت لاين وخدته لغايه الاخر هنا كده وحسبته، هقدر احسب السلو كومبوننت دي كومبليتلي بتساوي كام. وهو فعلا عمل كده، لان هي بتبقى حوالي 7 سنين. وبعد ما حسب الكومبوننت دي وعايز يحسب بقى الفاست كومبوننت اللي هي موجوده في الاول هنا، فاحنا عارفين ان الكيرف الاصلي بتاعنا ده هو عباره عن مجموعه الاثنين. فلو احنا خدنا الكيرف الاصلي طرحناه من الخط ده، الخط اللي هو بيعبر لي عن السلو كومبوننت، هيطلع لي خط تاني هو ده اللي بيعبر لي عن الفاست كومبوننت. فاقدر اخد الفاست كومبوننت دي احسب لها برضو التايم كونستانت بتاعها، واقدر احسب لها التي 1 هاف بتاعتها اللي هي الهاف لايف تايم بتاعها، وبكده ابقى عملت كومبليت كاركترايزيشن للكيرف بتاعي ده بالسلو والفاست كومبوننتس بتوعه. الكيرف ده الحقيقه كان مهم قوي. ليه؟ لان هو اثبت حاجه ظريفه جدا، اثبت ان عندي في الاول خالص في مرحله خطيره بالنسبه للمجموعه اللي عندي دي، بيبقى فيها ناس كتير قوي تموت، يعني في سيرفايفل ريت ما هواش عالي، اوكي. يعني يبقى تي 1 هاف بتاعتي 0.5 years، يعني في خلال يعني نص سنه، في خلال 6 اشهر نص العيانين ممكن يكونوا ماتوا، اوكي. وفي سلو كومبوننت بتبقى 7 سنين، يعني بمعنى لو انا عديت الفتره الاولانيه اللي فيها الفاست كومبوننت دي موجوده، بيبقى السيرفايفل ريت بتاعي بيتحسن كتير جدا جدا جدا. يعني لو حصل انفاركشن دي يعني بنتكلم على ازمه قلبيه، لو بعد الازمه القلبيه دي عدى مثلا سنه بعديها، يبقى انا كده متاكد ان تقريبا الفاست كومبوننت بقت خلاص ما بقتش موجوده، يبقى معنى كده السرفايفر ريت بيبقى اتحسن كتير قوي. يعني لو الشخص عايش سنه بعد الازمه القلبيه، يبقى معنى كده الاكسبكتيشن بتاعت السرفايفر بتاعه تبقى بتتحسن بطريقه دراماتيك. ودي حقيقه كانت بيبر في غايه الاهميه، وبتدي انديكيشنز الحاجات الحقيقه للمعالجه بتاعه الاطباء وللرعايه الصحيه لحد عنده انفاركشن، يعني بتبقى في غايه الاهميه. يعني مهم جدا في الفتره الاولانيه اللي في خلال اول سنه يبقى في متابعه دقيقه للعيان ده، علشان بيبقى الخطوره عليه بتبقى لسه موجوده.